فرنسا الفيه كابتن ابراهيم المنيسي، كل مشاهدينا وطبعا قناه الاهلي في كل مكان، هنا طبعا من فندق الاقامه بدوله المغرب مدينه اغادير. معانا الكابتن عاصم محمد المدير الفني لرجال لكره اليد من النادي الاهلي. في البدايه طبعا كابتن عاصم برحب بيك، ويمكن انت كنت عايز تبدا تعزيه طبعا لكل اسر شهداء مصر طبعا في الحادث الاخير. طبعا انا بعزي كل عائله شهيد، واتمنى ان الكلام ده ما يكررش تاني في مصر طبعا، ومصر ربنا يحفظها ان شاء الله هتفضل زي ما هي، وهتفضل بناسها وبشعبها هتفضل زي ما هي، ومهما حاول اي حد ان ياخد منها مصر اكبر من اي حد. طبعا احنا بنعتذر لك عن التاخير، ان احنا عارفين حضرتك طبعا كنت يعني منتظرنا فتره طويله، بس احنا بنعتذر لك كابتن عاصم. لا معلش ما فيش اي حاجه. اروح بقى لمباراه السوبر، يمكن احنا متابعين لحظه بلحظه في تركيز كبير جدا، كابتن عاصم كابتن محمد عادل كابتن خالد لمين الفريق بشكل كبير، اللعيبه عندها هدف كبير جدا زي ما اتكلمنا قبل كده كابتن عاصم، بطوله عندها بطوله كمان كاس العالم، عندكم بطوله ضغط كبير جدا، المعسكر بالنسبه لكم عامل ازاي؟ خلاص الوقت قرب وانا عارف ان انت قافل على اللعيبه بشكل كبير جدا. لا هو اصلا يعني انت عارف دايما اللعبه اول مره تاخد الاهتمام ده كله، مهما كان حتى انا عندي لعيبه طبعا محترفين ولعيبه دوليه وكده، انما لعبه كره اليد اول مره تاخد الاهتمام ده كله، اللي مصاحب ليها دايما في كل مكان في كل ثانيه، زي ما انتم شايفين كده نفسيكم معانا في كل تدريب في كل حركه، وبالتالي انا بس بقلق من الكلام ده على فرقتي ان كلها عشان تخش جوه المباراه، عشان كده زي ما اتفقت معاكم يعني ان بكره هيبقى يوم الصمت، تصوروا زي ما انتم عايزين وتعملوا زي ما انتم عايزين، بس يوم ما فيش كلام طبعا. طبعا الكلام ده كله لان في حد ذاته مباريات الاهلي والزمالك مباريات ليها شكل خاص، ليها ثمن خاص، ليها يعني حاجه كده زي ما بيقولوا بطوله، حتى لو ماتش عادي ما بين الاهلي والزمالك في الدور اولاني او في دوري برضه هو بطوله، فالاهلي والزمالك ماتشاتهم تبقى بطوله اصلا، وبالتالي لازم الفريق يخش جوه البطوله دي ويبقى جاهز ليها بمشيئه الرحمن. اتمنى ان احنا وفرقه الزمالك نأدي مباراه كويسه تليق بالفريقين ان شاء الله، وتليق باللعبه وتاريخها، وتليق ببلدنا اللي احنا جايين هنا في المغرب الشقيقه عشان خاطر نلعب فيها بطوله السوبر. فان شاء الله مشيئة الرحمن انا متوقع مباراه قويه تطلع وتليق بالفريقين ان شاء الله مشيئة الرحمن. مش عايز اطول عليك، لكن عايزين نتكلم على التدريب بكره الاساسيه، هكيب في مران اساسي طبعا على الصاله اللي هتقام عليها المباراه، يعني التدريب بالنسبه لكم بكره هيبقى اساسي، قافلين طبعا على التدريب والصاله كمان، يمكن انت شفتها كابتن عاصم معايا قبل كده. لا يا صالح، احنا اول مره نخش بكره الصاله ان شاء الله، هنخش تمرينها بالليل ساعه، الاربع فرق اللي هيلعبوا السوبر اللي هم فرقتين البنات وفرقتين الاولاد ليهم بكره اربع ساعات كل فرقه ساعه، ان شاء الله نفس الشيء هيتكرر يوم المباراه الصبح، المباراه ان شاء الله هتبقى الساعه 8، فبالتالي عندنا وقت كبير ان احنا نتمرن تمرين الصبح ان شاء الله ساعه برضو يوم المباراه. اتمنى ان شاء الله بمشيئه الرحمن لفرقتي انها تمثل ناديها اللي هي دايما بتمثله على احسن وجه يعني، وان شاء الله نقدم مباراه كويسه، وان شاء الله بمشيئه الرحمن اللي يريد ربنا يكون مكسب ان شاء الله يكون خير. شكرا كابتن عاصم، وان شاء الله نبارك لك بعد المباراه باذن الله. شكرا يا كريم، شكرا. كل الشكر طبعا للكابتن عاصم محمد المدير الفني لفريق النادي الاهلي، ويمكن عايز طبعا كابتن ابراهيم باشمهندس سعد ليه طبعا عايز اكلمكم طبعا على باس فريق نادي الزمالك، يمكن هم قافلين المران اليوم مانعين طبعا التصوير بشكل كبير، وكمان هم فقدان احمد الاحمر مستعانين باحد اللعيبه الفرنسيين متواجد طبعا معاهم في هذه البطوله، احنا كمان مستعانين طبعا بيحيى الدرع وحماصه، ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق في النادي الاهلي، لكن كمان معايا الكابتن خالد العوضي مدير فريق النادي الاهلي طبعا، والحقيقه اللي بشيد بادائه الفتره اللي فاتت كلها بشكل كبير جدا، كل الصعوبات يمكن هنا بيذللها، الامور ماشيه بشكل طيب جدا، في يمكن حاجات بتبقى خارج عن الاراده كده، لكن الكابتن خالد يعني قد المسؤوليه الحمد لله. كابتن خالد بنشكرك في البدايه وبنحييك على المجهود، موفر كل الامور وينقصنا التوفيق ان شاء الله. ربنا يكرمك يا كابتن كريم، الحمد لله. يعني ده تربيه النادي الاهلي، هم اللي علمونا اللي احنا لازم نذلل كل عقبات الفرقه عندنا، اصول مترسخه فينا، الحمد لله بنأدي دورنا على اكمل وجه. كل الناس اتمنى ان احنا نكون ما قصرناش في حاجه، ولا مجلس اداره ولا نادي ولا جماهير ولا حاجه، ان شاء الله اللعيبه هيكونوا عند الميعاد، وان شاء الله باذن الله عندي ثقه في الله باذن الله باذن الله باذن الله اللعيبه هتكون حاضره في الماتش ده وحاضره في الميعاد. اللعيبه كل الهدف والتارجت اللي عندهم ان هم المباراه دي يوصلوا بيها لكاس العالم للانديه، يفرحوا جماهير النادي الاهلي، يفرحوا كل النادي الاهلي بجماهيره ومجلس ادارته، كل محبي النادي الاهلي في العالم كله، ان شاء الله باذن الله يعني ثقه بالله ان شاء الله هنعدي باذن الله. باشمهندس عدلي انا سمعت سؤالك، بس يعني معلش استاذنك تعيد السؤال تاني يا كابتن عدلي. عايزك تساله لي معلوماته عن اللاعب الفرنساوي المحترف، هل هو لاعب دولي ولا بيلعب، يعني معلوماته عنه ايه وفي اي مركز، ومدى تاثيره على قوه فريق الزمالك؟
باشمهندس علي يمكن بيسالك بيقول لك على اللاعب الفرنسي بالنسبه لنادي الزمالك، هو اكيد طبعا بيعوض اللاعب احمد الاحمر، هو لاعب دولي لاعب يعني بيلعب بطولات دوليه ولا ايه؟ وكمان يعني قوته ايه بالنسبه لنا، وهل هيبقى ليه تاثير في مباراه نادي الزمالك او مع نادي الزمالك ولا لا من وجهه نظرك بخبرتك طبعا الكبيره كابتن خالد؟ اولا لازم امسي على كابتن عادل قاي حبيبي ويعني علم من اعلام النادي الاهلي، ويعني بنقول له كده ربنا يخليك لينا. لعيب النادي الزمالك المحترف هو لعيب محترف في الدوري الفرنسي، وجايبينه وهو بيلعب باك ليفت بايد اليمين، وعندنا تقريبا كل الشرايط بتاعته وكل فيديوهاته الحمد لله جبناها. اعتقد هو مفيش حد يقدر يعوض تاثير او غياب احمد الاحمر، لان احمد الاحمر لعيب مهم لمصر كلها، لكن هو لعيب قوي ولعيب عنده خبره كويسه وبيقدر يخلص تقريبا من اماكن من باك ليفت. كابتن عادل طبعا اكيد هيعرف ده كويس، الباك ليفت بيقدر يتصرف مع الكوره كويس، بيتعاون مع اصحابه مع زملائه كويس. نتمنى باذن الله ان احنا عندنا اللي احنا نقدر نوقفه ازاي، ده خطه كابتن عاصم حماد مع الفريق، وكل التعليمات بتاعته بتقال على طول ليهم يعني. فالحمد لله باذن الله. وعندهم طبعا سند محمد سند محترف من اسبانيا، هو طول عمره كان سند بيلعب معاهم، هو نادي لبس اساسا، وجايبينه برده، وعاملين حساب كل واحد وعاملين حساب كل لعيبه وكل التيم، لانه في الاخر ده تيم نادي الزمالك تيم جامد، فلازم نكون عاملين حسابهم في كل الحاجات. الحمد لله الامور الفنيه كابتن عاصم حماد قادر ياخدها، اذا كان من فيديو، اذا كان من تحفيز لعيبه، اذا كان خطط، اذا كان جمل، الحمد لله باذن الله. وبكره اخر تدريب عندنا في الملعب الرئيسي اللي احنا او التدريب المهم عشان اللعيبه لسه اول مره هتخش بكره الملعب، ان شاء الله باذن الله يكون وصلنا لاخر حاجه فاينل بكره، لاخر حتت يعني عارف انت الحته الاخيره المراحل الاخيره باذن الله. باذن الله يكونوا بقول لك عند الميعاد وعند الوقت، والحمد لله ربنا يكرمك. عارف ان انت كنت عايز تختم بكلمه طبعا لكل الشهداء طبعا في مصر طبعا بعد الحادثه الاخيره كابتن خالد، كلنا طبعا متاثرين بشكل كبير، وانا كنت عارف ان انت كنت عايز تتكلم في البدايه على كده، لكن هنختم بيها طبعا مع بعض. اكيد رحم الله شهدائنا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من عمل حاجه بايده غلط في البلد دي. البلد دي بلد كبيره، هتفضل كبيره بناسها، وهتفضل كبيره بشعبها، وهتفضل كبيره طول عمرها، غصب عن اي حد، غصب عن اي حد، غصب عن اي حد. ربنا كريم باذن الله علينا ان مصر كلها برجالتها بسيداتها بشبابها واحده متماسكه، واحده واحده، كتله واحده، ان شاء الله هتعدي، ان شاء الله هتعدي غصب عن اي حد. اتمنى ان مصر كلها تتكاتف، اتمنى ان مصر كلها تقف ضد اي حد، اتمنى ان كل المسلمين والمسيحيين كلنا نسيج واحد، بلد واحد، ان شاء الله باذن الله، باذن الله هتعدي غصب عن اي حد. شكرا كابتن خالد. شكرا كابتن كريم، شكرا. كل الشكر طبعا للكابتن خالد العودي وكابتن عاصم حماد. الامور زي ما نقول ماشيه بشكل طيب جدا هنا، باشمهندس عادلي، كابتن ابراهيم، كل الامور ماشيه بشكل طيب هنا في فندق الاقامه في الملعب. كمان غدا ان شاء الله هنكون متواجدين في الصاله الرئيسيه لتغطيه المران الرئيسي طبعا غدا ان شاء الله. زي ما شفنا الكابتن عاصم حماد يمكن هو قافل على الفريق، لكن الحقيقه كان سامح لنا الفتره اللي فاتت بعدد كبير من اللقاءات، سامح لنا بشكل كبير، لكن بنتمنى له كل التوفيق طبعا. عوده لكم من جديد في برنامج ملك الكتابه والاستوديو التحليلي. شكرا للزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي الى مدينه اغادير المغربيه، شكرا جزيلا يا كريم.